خلينا كده ناخد التفاصيل من المصدر على طول. احمد قطب، مساء الخير. مساء الخير، منورنا في انبوكس يا احمد. ربنا يخلي حضرتك. كل سنه وانت طيب يا احمد. وانت طيبه وسنه سعيده كده عليكي ورمضان كريم. الله يا رب علينا كلنا يا رب. طيب يعني فكرة ان اولا احنا بنحييك على الصور المبهجة اللي انت صورتها والتوثيق لشارع المطرية او شوارع المطرية والاطفال وهم بيزينوا الشوارع بس لابسين كمامات وجوانتيات. كلمنا كده انت ازاي اصلا يعني عرفت ان هم بيزينوا ورحت صورتهم ازاي؟ هو انا طبيعة شغلي ان انا بنزل بشوف التزيين او الفوانيس يعني اي حاجه ليها علاقه باي احتفاليه بس ان انا اشوفها وابتدي اشتغل عليها. فعرفت ان هم في المطريه ناويين يزينوا الشوارع بتاعتهم. بس كلمتهم وعرفت هم هيروحوا امتى ويعني هيبتدوا امتى التزيين وكده. فرحت عشان نبتدي نصور. رحت لقيت طبعا مشهد حلو جدا ان الاطفال هي اللي بتزين زي كل سنه، ان دي بالنسبه لهم عاده مهمة جدا، ما قدروش يبطلوها السنة دي بسبب كورونا. بس هم كان عندهم وعي ان هم يعني برضو عشان ما يضروش نفسهم فبدأوا ان هم يتعاملوا بالجوانتي ويتعاملوا بالكمامة، يستخدموا المطهرات. يعني كورونا ما أثرتش عليهم خالص، يعني هم بدأوا ان هم ياخدوا الإجراءات الوقائية بحيث ان هم يستمتعوا بزينة رمضان نفس الوقت برضو ما حدش منهم ما يصاب يعني. صحيح. طيب كم اتفضل هاي. طيب المشاركات يعني يمكن كل سنة احنا كنا بنشوف في مجموعة من الأطفال بتشارك مجموعة من الناس الكبيرة ويعلقوا علشان طبعا بتبقى في مناطق عالية واستخدام سلالم وكده. السنة دي في اختلاف في الفئات المشاركة في تعليق زينة رمضان؟ هو والعدد كمان من حيث العدد. العدد كان كبير بس هو كانت الفئه اللي بتعلق الزينه السنه دي كانت الاطفال مش الكبار. الكبار هم كانوا بيشرفوا عليهم، هم يجيبوا لهم الحاجه. ممكن هم ما كانوش بيستخدموا سلالم، هم كانوا عن طريق السبت بينزلوه ويربطوا فيه الزينه ويطلعوها، فما كانش فيها اي مخاطرات يعني. طيب احمد يعني هل الاطفال كانوا ملتزمين كلهم بلبس الكمامات والجوانتيات وتطهير ايديهم بالكحول والتباعد الاجتماعي؟ هل انت شفت المظاهر دي فعلا في المطريه لما رحت تصورهم؟ حصل فعلا كان الاطفال كلهم بالكمامات، بس هم كانوا ممكن يشيلوا الكمامه شويه عشان بتتعبهم شويه، بس يعني ده بسيط قوي. يعني لكن المطهرات والجوانتي لا كانوا بيستخدموهم من اول ما بداوا. طب بما انك بقى هنستند هنا لطبيعه شغلك لما بتنزل وتتحرك، في اختلاف ما بين تعليق زينة رمضان واللمة ما بين السنة دي في الحالة اللي احنا فيها كورونا وما بين السنة اللي فاتت مثلا؟ الاختلاف كان واضح. يعني هو العدد مش العدد برضه طبيعي، هو عدد كبير بس مش الطبيعي بتاع كل سنة. الأطفال نفسها عندها وعي، بيبقوا متباعدين عن بعض المسافات، مش لازقين في بعض أو متقاربين قوي من بعض. يعني دي كانت يعني أهم النقط اللي أنا لاحظتها السنة دي، اختلاف بس هي نفس الفرحة نفس المشاركة نفس كل حاجة تقريبا. طيب أحمد أخيرا كده، أنت في شوارع تانية ناوي توثقها خلال رمضان للاحتفال بأجواء رمضان يعني أو الزينة أو كده؟ طبعا لازم بننزل المعز، بننزل الغورية، بننزل الدرب الأحمر، الأماكن اللي هي الشعبية فيها المظاهر بتاعت الفلات أقوى من أي مكان تاني. صح، وكمان كنوع من انواع التعويض انه الناس ما بتتجمعش دلوقتي نظرا للظروف اللي احنا فيها، فيبقى احنا بنعوض ده بالصور يعني وتوثيقها. بشكرك جدا يا احمد، نورتنا، وبشكرك جدا على الصور الجميله دي.